بارك له وبارك للمعرس و يعني عرس رياضي ما شاء الله، كل الرياضيين من كل الانديه والاطياف، لان محمد ابراهيم يعني له محبه ومكانه في قلوب الجميع بغض النظر عن توجهاتهم. فاتمنى ان شاء الله لهم كل التوفيق، واتمنى للمعرس كل التوفيق في حياته الزوجيه والعمليه، وعسى الله يبارك لهم ويديم افراحهم ان شاء الله. الله يبارك للاعبنا الدولي خالد محمد ابراهيم، ان شاء الله هذه حياه زوجيه، ان شاء الله يكون فيها استقرار له بحياته، وهذه سنه الحياه، وان شاء الله يكون ينعكس على ادائه في الملعب، ومبارك له ومبارك حق نواف والده، ان شاء الله ايام كلها خير وافراح باذن الله. بارك حق اخوي الصغير خالد، واتمنى ان شاء الله حياه سعيده وموفقه، ان شاء الله مثل الهزه السنه الجايه نشوف عياله وراه، ونقول حق ابوه محمد ان شاء الله تصير يده السنه الجايه وتدش معانا الخانه هذه، والله يوفقه ان شاء الله بحياته. يعني انا سعيد بالحضور هذا امانه، انا اليوم ابو المعرس ضم العربي وقادسيه والكويت، ضم الكويت كلها، فيعني هذا تجمع حلو امانه، تجمع جميل، وايضا يعني انا تربطنا علاقه في اخوي صديقي ايضا ابو العروس، فاليوم انا من الصوبين فرحان جدا. وهذا الحشد الرياضي الكبير، تشوف ناس من مختلف الاجيال، من الان اللاعبين المعاصرين الان، الجيل مال الالفينات، التسعينات، الثمانينات، السبعينات، رجال السياسه والاعلام والفنانين، الحقيقه انا اشوف ان منظر التلاحم لمختلف النسيج، سياسي، فني، هذا شيء حلو جميل جدا. فرحتي للجنرال الكابتن الكبير بن نواف، كابتن محمد ابراهيم، زواج نجله خالد، الكابتن الخلوق، الكابتن الحبيب، بصراحه اتمنى له ان الله يتمم عليه، كذلك اخوي وحبيبي والمتربي معاي ابو العروس اخوي مهدي السلمان، هم بارك له. والفرحه الكبيره وجود هالنخبه الجميله من لاعبين القدامى ولاعبين الحاضر، والتجمع الجميل بين الاعلاميين والفنانين وجميع اطياف المجتمع. ابارك له طبعا الزواج اليوم، واتمنى له ان شاء الله تكون حياه سعيده وحياه جديده، يعني شيء حلو هذا، بالعكس ان اهم شيء يفرح الوالد والوالده، انه خصوصا انه هو اصغر، ثاني اصغر واحد من الشباب وتزوج، انا ونواف للحين ما تزوجنا، فالوالد ان شاء الله على الحين فرحان فيه، ونتمنى له ان شاء الله تكون سنه خير عليه، والله يوفقه ويتمم عليه ويبارك له ان شاء الله. بشكر كل اللي حضر واللي اعتذر وعم المعذور، مشكور اي والله على الحضور، الله يسلمك. والله اقول مبروك، الف مبروك يا خالد، ومنك المال ومنها العيال. جاتنا اخبار انك انت عم المرض. ايه انا يعني قدساوي، وابوها عرباوي، وذاك قدساوي، صارت منتخب. مبارك حق الكابتن خالد محمد ابراهيم، ومبارك حق ابوه واهله طبعا، وان شاء الله الله يوفقه وان شاء الله يسعدهم دنيا واخره. شفناك مستانس يا كابتن مساء على الموسيقى والاغاني. لا بعد، لان محمد ابراهيم قايل لي لازم ترقص بعرس خالد.